خليك معاه ما تسرحش. الراجل التنزي متضايق لرافض، كان ليه اخ ماشي في الشارع بالليل معهوش بطاقه، قفش واحد عسكري، الواد طلع باريزه اداها للعسكري. عملوها له قضيه دعاره. قال لك الباريزه عوره. قال لك الباريزه انتايا، لو كان جنيه الجنيه باكر يا عادي. شغلانه يا اخي شغلانه، والدنيا بعد عنك ما حدش. مش فاهم حاجه. طب انت حمار، انا عامل لك ايه؟ هو مين اتجوز التاني؟ انت متجوز ولا مش متجوز؟ مش متجوز. والعيب منك ولا منها؟ ده مؤاخذة يا ابني. مفيش عيب. انت وشك مخطوف ليه؟ عيان؟ افتح بق. عنده بواسير يا خال. ايوه باين اهو. ما تروحش للدكاتره، انت جيب حبايه مستكه وحبايه مش مستكه، وحبايه كزبره وحبايه مش كزبره، مع قرن فلفل احمر ضخم، وضيف في ايد مسلسل، مع شويه زنزعيز. عارف الزنزعيز؟ لا. بتاع المعيز يا اخويا. مع شويه زيب لحمام صغيرين، ودخلهم الفرن ايه بالساعه، وتطلعهم تطحنهم قوي، بس ما تبلعهمش. امال اوديهم فين؟ طب اقول له يا اخي ولا حاجه يا ابني؟ حطهم في صندوق التوفير.